السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تبين للمسلم أنه قد صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد وذلك داخل البلد، فهل يعيد الصلاة؟ أي نعم، لأن عندها يسأل الناس، يشوف المساجد والمحاريب، ما له عذر. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،